بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأساتذة والأستاذات، مرحبا بكم إلى هذا الموضوع والذي سوف نتطرق من خلاله إلى منهجية تدبير الحكاية. وقبل التطرق إلى منهجية تدبير الحكاية، لا بد إلى الإشارة إلى التوجيهات العامة التالية، وهو أن الحكاية مكون أساس من البرنامج يعتمد نصوصا سردية لتحبيب التعلم والقراءة إلى النفوس وتنمية الفهم السماعي، إضافة إلى الرصيد اللغوي والطلاقة والتواصل الشفهي بلغة فصيحة وميسرة. بالنسبة لمنهجية تدبير الحكاية، فهي تعتمد على ثلاث أسس، ولا بد أن نعرف أهداف الحكاية، ثم أيضا طرق التعليم والتعلم في الحكاية، ثم أيضا كيفية التقويم في الحكاية. نبدأ على بركة الله فيما يخص الأهداف. إذن أهداف الحكاية، فمن بين أهدافها فهي تعمل على تنمية اتجاهات إيجابية لدى الأطفال نحو التعلم عامة والقراءة خاصة، لتعويدهم على القراءة وتنمية إقبالهم عليها، لتقليص ظاهرة العزوف عن القراءة. ثانيا، من بين أهدافها الاستمتاع بالتعلم من خلال استثمار ميول الأطفال إلى الحكاية واستعمال تقنية التنشيط التربوي في السرد والمحاكاة والتشخيص. كما أن من بين أهداف الحكاية فهي تعمل على تنمية فهم المسموع الذي ييسر تعلم القراءة ويجعلها عملية شيقة ومحبوبة. ومن بين أهدافها أيضا يعني الحكاية أنها تنمي الرصيد اللغوي والطلاقة والفهم، إضافة إلى جعل المتعلم يتواصل شفهيا بلغة فصيحة وميسرة. ثم كآخر هدف، وهو استثمار الحكاية في التربية على القيم وفي تنمية المهارات الحياتية. نمر الآن إلى طرق التعليم والتعلم في الحكاية. فمن بين طرق التعليم والتعلم في الحكاية، أولا الاستماع والتحاور حول شخصيات الحكاية وأحداثها وزمانها ومكانها، ثم إعادة سرد الحكاية فرديا أو في مجموعات أو جماعيا بإشراك الفصل كله. أيضا إعادة السرد مرارا باستعمال التعبير الشفهي والجسدي من إيماءات وحركات تجسد شخصيات الحكاية وأحداثها أو أحداثها، مما يعزز الاستمتاع بالحكاية وتذكر أحداثها. من بين طرق التعليم والتعلم أيضا ملاحظة صور ورسوم مصاحبة للحكاية لتوقع أحداثها وتخيل وقائعها، باعتبار أن الصور مؤشرات يجب أن تكون دالة على تسلسل الأحداث في الحكاية. من بين طرق التعليم والتعلم أيضا الفهم السماعي للحكاية وتغيير بعض شخصياتها وأحداثها وحتى يعني أماكنها. ثم أيضا تشخيص الحكاية وتملك رصيدها اللغوي. ثم كآخر طريقة للتعليم والتعلم، قراءة كلمات وجمل من الحكاية تتضمن الحروف التي درسها المتعلمون والمتعلمات. نمر الآن إلى كيفية التقويم في الحكاية. يتم تقويم نشاط الحكاية عبر ما يلي: فهم المقروء بالسماع عن طريق تمييز علامات وعناصر من الحكي بالسمع، أيضا تعيين عناصر الحكي من أحداث وشخوص أو أزمنة وأمكنة، بالإضافة أيضا إلى اعتماد تمييز قيم ومبادئ من خلال الحكي في طرق التقويم. إذن إلى هنا أصدقائي الأساتذة والأستاذات، أشكركم على حسن إنصاتكم، وإلى موضوع درس جديد إن شاء الله حول الخطوات الديداكتيكية لتدريس الحكاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.